نخلي صديقي رضا دوكوتي ونمشي لخويا مختار باش نقول له راني انا ما نوافقكش الراي بتاتا في خصوص انتداب الترجي اللي راد لاري العزوني كرد فعل كرد فعل على انتداب السيلي. انا نقول لك اللي الترجي، انا لست وليد قرفاله ولا ادافع على الترجي التونسي ولست معناتها لسان دفاع، لكن الحقيقه ساعدته قال معناتها الترجي التونسي جاب لاري العزوني لانه غيلان الشعلالي ما جددش العقد نتاعو. الترجي كان مضطر انه يلوج على بيفو، البيفو اترونجي ما نجمش بحكم عدد اللاعبين الاجانب، كان مضطر انه يجيب لاري العزوني ملاعب انترناسيونال اكس انترناسيونال وملاعب يعمل ما انت باركور باهي في النادي الافريقي. ولو الترجي التونسي جا حاشو بالسيلي راهو جدد له راهو قعد معاه، لكن الترجي السيلي للاسف خذا فرصه في الترجي التونسي ولو انها منقوصه، لكنه يعني ما فرضش روحه لاسباب عديده. خلينا نعرفوا كان عندك الاسباب شنو هي؟ رياضيه ولا مش رياضيه؟ لا مش رياضيه، لانه السيلي اتهم في يوم ما انه تخاذل في ماتش الكوب. تخاذل في ماتش الكوب اللي خسرته الترجي الرياضي التونسي ضد قاق. اي تخاذل هذا ما يقال. كلام كبير هذا. هذه من بين الاسباب التي عجلت برحيل السيلي من الترجي الرياضي التونسي. انت احمد صحافي ما شاء الله خبره كبيره. ما تقوليش ما يقال، إذا كان عندك معلومات ثابتة وأكيدة، لكن ما يقال يتقال في الشارع ماشي حاجات. أنا معلوماتي أنه السيلي اتهم، أنا ما نقولش تخاذل خاطر، أما اتهم، أنا ما نقولش الملاعب التخاذل، أنا مش أنا باش نعطي موقفي منه، لكنه اتهم بالتخاذل في مباراة محيط قرقنة في مسابقة كأس تونس اللي أقصي منها الترجي الرياضي التونسي، وتم تعنيفه. معناتها لا علينا يعني هذا الموضوع نتجاوزه. لا علينا تقول في كلام بطل لا علينا. من شكون هذا ما حدث للسيلي اثر مباراه كاس تونس ضد محيط قرقنه واللي عجلت برحيله من الترجي الرياضي التونسي؟ من شكون تعنيف؟ انا اكتفي بهذه المعلومات خويا. من الجمهور؟ لا ادري، لا ادري. مسؤولين اداره؟ انا نتصلوا بالسيلي ونسالوه. انت جبت الموضوع خويا ولهنا وحلت روحك. انا شنو حل معك؟ باش نوضح انا مساله السيلي. انا جاوبت خويا مختار اللي قال راهي الترجي انتدبت لاري العزوني كرد فعل على انتقال السيلي الى النادي الافريقي. انا قلت لك انا الترجي التونسي حسمت امر السيلي بانه يغادر الفريق، ما عادش عنده مكان في الفريق لاسباب فنيه واسباب تاديبيه وعديد الاسباب. عندك جرأة اكثر من هكا؟ لا اكثر شيء من الجرأة هذه. انا فسرت لك علاش السيلي ما قعدش في الترجي التونسي وعلاش الترجي جاب لاري العزوني راهو ما عنده حتى علاقه بال. انا جواب الخويا مختار، انا مانيش راني وليد قرفال ولا هيثم الراجدي اصدقائي. هيثم تحيه لهم زوز. اسمعني يا اسلام، صدقني وليد الصالح يخدم في خدمة أكثر من وليد قرفالة. أحمد الصالح يخدم في خدمة خير من وليد قرفالة وخير من هيثم الراش. صدق ولا يحب على البوست هذا. طيب شو انا كحكي شعرني يخوي نخدم في الترجي سي نورمال يشرف ولا النادي الافريقي ولا النجم الساحلي ولا النادي الصفاقسي. تو هو كيقول تخاذل والجوار يسمع اتهم بالتخاذل. لا باش نبداو واضحين في المصطلحات. اتهم وهو توا معناها كل ما تجبد الترجي لا تلقى احمد الصالح المدافع عدد واحد للترجي الرياضي التونسي. انا ندافع على الترجي. لا لا انت في اي ليس بحاجه في البلايلي دفعت في السيلي دفعت. اولا لاري العزوني، لاري العزوني مع احترامي ليه ليس غيلان الشعلاني. غيلان يفوت وبشوات في الكوره وفي اللي تتصوروا في مخك وما نجمش يعبي بلاصه غيلان الشعلاني. هذه اول حاجه. وانا حكيت على التوقيت ولا كان تم الاتفاق مع لاري وصحح قبل السيلي، لو صحح السيلي اليوم بعد 10 ايام صح لاري العزوني باش تقول لي في مفاوضات. هذا رايي وبرشا يوافقوني فيه. انا باش تقول لي باش يعوض غيلان مش غيلان. وتو تشوفوه نحن لعب في النادي الافريقي ونحن تفرجنا فيه لعب عادي في المباريات الكبيرة ماكش باش تلقاه. ومن بعد نحن هنا عام كامل مع بعضنا تو ترجعوا لكلامي. راني يعني مش مختص فنيا لكن نفهم شوية كورة. أنا بالنسبة لي أنا باش تقول السيلي، السيلي إن شاء الله السنة يكذبك ويثبت العكس. أنا ما قلتش ملاعب السيلي لا تقولني ما أنا أقول. قرقنا ما تسحقش باش اسمعني اسمعني. أنا ما قلتش قرقنا راهي ما تسحقش باش الجوار في الترجي يتخاذ. أنا ما تسحقش. قرقنا راك بالبيه بالاسبوار بالكادير مع احترامي لقرقنا.
فهمتني الماتش هذاك صار فيه حاجات في المياه العكر. لا لا هذه المياه هذا العكر. نوع من الاسياء بالنسبه لك انت جوار مصح في النادي الافريقي تتهمه بالتخاذل. ما تهمتوش يا مقر انا قلت خروج من الترجي التونسي كان في جانب تخاذل مع النادي الافريقي. لا 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 مش صحيح. لا لا شنو اسمعني لا تخرج كلامي من سياق وتحطني رصاصه تخاذل وكليت ريحه هكذا وقلت انا قلت اللاعب خرج من الترجي الرياضي التونسي للاسباب التاليه لم اقل هذا اللاعب متخاذل ولا ما عرفش يلعب قلت حتى فرصه ما خداهاش كامله في الترجي الرياضي التونسي باش نبدا واضحين ولا اظن انا اكثر واحد مكروه من جمهور الترجي الرياضي التونسي من الترجي لكن الحقيقه اقول لا اظن ان الترجي الرياضي التونسي يعمل انتدابات يعني بالشماته وبالنكاله وخاطر مشى لك انا نجيب العزوني لا الترجي ارقى واكبر من انه يقوم بهذه الاشياء مع كامل التحفظات يعني احنا جيران الترجي والافريقي جيران وقت اللي جواري نحي مريول الترجي ومن بعد جمعه يلبس مريول النادي الافريقي حسب رايي بشكون رد فعل من الجمهور انت علمت برد فعل انا علمت بها كيفاش هذا علي ماهوش نبيل معلول والا الدراجي والا المساكني باش الجمهور ينجم يكون يولي نبيل معلول ينجم يكون يولي الدراجي رد الفعل تاع على معز بن شرفي خاطر ابن النادي السيري ماهوش ابن النادي لا لا يولي ابن النادي ليس ابن الترجي اسامه السلامي ماهوش ابن النادي ولا ابن النادي راهو اللي يدخل شكرا يا السلامي في النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي راهو عكس الجمعيات الكل انا مش نحكي على النادي الافريقي نحكي على الترجي انا تو ما تنسنيش انا النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي راهو صحيح يتصبغ ويولي ما عادش لا يتخاذل لا حتى شيء. خلينا نتعديو. انا ما قلتش مش يتخاذل من النادي الافريقي بالعكس. قوس حل واحد متهمة. لا التهمة انا مش موضوع. ما قلتش اللاعب متخاذل قلت التهمة. باهي خلينا نتعديو.